إن ابني يشتغل ولا يعطيني شيئا، فاضطر أن أخذ من جلبه دون علمه، هل يجوز ذلك أم لا؟ وماذا علي من ذنب إذا كان لا يجوز، مع العلم بأنني أقول له بأنني أخذت من جيبه كذا بعد أن أخذ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه مما لا شك فيه حق الوالد على ولده، فإنه حق أكده الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابه، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الشريفة، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أكدية حق الوالد على ولده، والوالدة بالذات حقها متأكد أكثر من حق الوالد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبر بها 3 مرات وأمر ببر الوالد 1 واحدة، وذلك لما تعانيه من الحمل والولادة والرضاعة والتربية والشفقة العظيمة على ولدها. لذلك أوجب الله على الولد البر بوالديه، ومن البر والإحسان إليهما الإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما، طاعتهما بالمعروف ما لم يأمر بمعصية. أما ذكرته السائلة من أنها تأخذ من جيب ابنها دون علمه بأنه لا يكمل لها المطلوب، الحقيقة هذا تقصير من الابن، ومن والدها الحق أن تأخذ من مال ولدها، بل للوالدين الحق أن يأخذ من مال ولدهما ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فلا بأس أن تأخذ من جيب ابنها ما تحتاج إليه، وإن لم يأذن لها بذلك لأنه هو ملك لها وكسبه ملك لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول: إن على مثل هذا الابن أن يتفقد أحوال والدته ليقضي حاجاتها. نعم، هذا شيء واجب أن لا يخرجها إلى أن تأخذ من جيبه أو تأخذ من ماله خفية، بل عليه أن يقضي حاجتها ويتفقد حاجتها بدون أن تضطر إلى مثل هذا. نعم، بارك الله فيكم.